بسم الله الرحمن الرحيم، وخير الصلاة والتسليم على حبيب المصطفى. لقياي بكم تجددت تلامذة الأخيار بإذن الرحمن في صبحية عطرة ليومه الثلاثاء العاشر من شوال 41/400 هجرية، الموافق للثاني من يونيو 2020 ميلادية. وإن لهذه الصبحية العطرة أساساً ترتكز عليه، ألا وهو تقديم الدرس 48 والذي يهم أنشطة الدعم والتثبيت العام. ولهذا الدرس هدف ينتظر من المتعلم والمتعلمة أن يتمكن من تحصيله عندما تم هذا الدرس، ألا وهو دعم وتثبيت حصيلة المكتسبات المتعلقة بدروس السنة الدراسية من تراكيب وصرف وتحويل. إذن مع السؤال الأول الذي ينضوي ضمن الأنشطة الداعمة لهذا الأسبوع، سؤاله: أتمم الجمل الآتية ببدل مناسب مع الشكل التام. إذن تكملون هذه الجمل ببدل: الجملة الأولى ينقصها بدل مطابق: زارني العم، راقتني مدينة الرباط. إذن يجب أن تكمل الجملة ببدل اشتمال، ثم الجملة الأخيرة تكملونها ببدل جزء من الكل: تكسر القلم. السؤال الثاني: أملأ الفراغ بتوكيد معنوي مناسب مع الشكل التام. إذن القارورة مملوءة بالعطر. جملة الثانية: صن يديك عن الأذى. طبيعة المتفائلين الرضا والتفاؤل. وأنتم تعلمون بأن التوكيد المعنوي لديه 6 ألفاظ: عين وذات، وكلا وكلتا، وكل وجميع، وعامة. السؤال الثالث: أكمل الجملتين بنعت حقيقي والثانية بنعت سببي. وطبعا النعت كما هو البدل والتوكيد من التوابع. ارتوت الجمال، إذن تكملون بنعت حقيقي يطابق المنعوت. تقتنى الطيور، إذن المطلوب أن تكملونها بنعت سببي، وتنتبهون إلى نوع المطابقة التي تكون في النعت السببي لأنها مختلفة عن النعت الحقيقي. سؤال الإعراب يتعلق بالإعراب هذه الجملة إعرابا تاما: تضوع، زهر، أريجه. إذن كل كلمة تقومون بإعرابها على حدة إعرابا تاما ومناسبا وصحيحا. السؤال الخامس يتعلق بصوغ المطلوب من أو الأفعال الآتية مع الشكل. إذن تقومون بصياغة اسم المكان من فعل استطعنا، ثم اسم الفاعل من اسم بنى، ثم اسم المفعول من فعل استوفى، وأخيرا فعل لقط تصوغون منه اسم آلة. ويجب أن تطبقوا القواعد الضابطة لهذه الظواهر الأربعة مع الشكل التام. السؤال السادس مع الإتيان بمصادر حسب الأوزان الآتية مع الشكل. إذن هذه أوزان: منها ما هو سماعي يخص الفعل الثلاثي، ومنها ما هو قياسي يخص الفعل غير الثلاثي. ففعولة: أعطوني أو إيتوا بمصدر مناسب لهذا الوزن. فعلالة: مصدر مناسب لهذا الوزن. فعلان أيضا مصدر مناسب لهذا الوزن. وتفعيلة أيضا مصدر مناسب لهذا الوزن. وتفاعل مصدر مناسب لهذا الوزن. السؤال السابع: تقومون بتحويل هذه الجملة حسب المطلوب مع الشكل. إذن حافظت على البيئة من التلوث فنجحت في حمايتها. إذن مطلوب أن تحولون هذه الجملة، تحولوا هذه الجملة إلى مثنى مذكر وجمع مذكر. طبعا هل هو غائب أم مخاطب أم متكلم؟ إذن هذا يجب أن تستشفوه من خلال تحويل الجملة.
حافظت، هي طبعا مع مفرد الغائبة هي. إذن المطلوب أن تحول هذه الجملة إلى مثنى مذكر الغائب وجمع مذكر أيضا الغائب. إذن ها قد شارفت حصتنا عفوا على نهايتها، يرجى منكم تلامذة الأخيار أن تحرصوا على إنجاز أنشطة الدعم العام إنجازا مركزا ومنظمة حتى تعم الفائدة أكثر، وتستثمرون القواعد الضابطة التي يعني طلبتم بالتطبيق عليها، منها البدل، التوكيد، النعت الحقيقي والسببي، وهذه الظواهر من التوابع، ثم اسم المكان، اسم آلة، اسم المفعول واسم الفعل، وكذلك المصدر الثلاثي وغير ثلاثي. وهذا فما كان من توفيق وسداد وهد فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ أو نسيان أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.